احسب التكامل من صفر لواحد جوج اكس ناقص واحد على جوج على اكس زائد جوج دي دي اكس. اذا غادي نحاول بالصد التعبير. اذا عندنا تكامل من صفر لواحد في المقام عندي اكس زائد جوج. اذا غنحاول نلقى حتى في البسط اكس زائد جوج باش من بعد نختزل. اذا باش نلقى اكس زائد جوج غيمكن لي عندنا جوج اكس. اذا غادي نضيفو اربعة ونوليو نقصو اربعة ناقص واحد دي ديال اكس. اذا تكامل من صفر لواحد عندنا جوج اكس زائد اربعة. يمكن لي نعمل بجوج غيبقى عندنا اكس زائد جوج وعندنا ناقص ربعة ناقص واحد هي ناقص خمسة على اكس زائد جوج دي ديال اكس. دابا غادي نحاول نفكك. اذا عندنا التكامل من صفر لواحد ديال جوج اكس زائد جوج على اكس زائد جوج ناقص خمسة على اكس زائد جوج دي ديال اكس. اذا التكامل غادي نختزل باكس زائد جوج غيبقى لي جوج ناقص خمسة اكس زائد جوج دي ديال اكس. اذا هنا يمكن لي نكتب هاد التكامل على الشكل هذا. يمكن لي ندير التكامل من صفر لواحد ديال جوج دي ديال اكس ناقص التكامل من صفر لواحد ديال خمسة على اكس زائد زائد جوج دي ديال اكس. اذا الدالة الاصلية ديال جوج هي جوج اكس من صفر لواحد. والدالة الاصلية ديال واحد على اكس زائد جوج هي خمسة. الآلان ديال اكس زائد زائد جوج. من صفر لواحد. إذا غنعوض. إذا عندنا جوج في واحد هي جوج ناقص جوج في صفر هي صفر ناقص خمسة. الآلان ديال واحد زائد جوج هي الآلة ديال ثلاثة ناقص الآلان ديال صفر زائد جوج ناقص الآلان ديال جوج. إذا هذه هي النتيجة النهائية جوج ناقص خمسة الآلان ديال ثلاثة زائد خمسة الآلان ديال جوج.